بالظبط ايه، وعلى اساس بنظبط وبنهيئ البيت بتاعه على اساس احتياجاته. خلينا نتكلم اكتر على فكره البيت الذكي، هل هو مصنف من باب الرفاهيه ولا من الاحتياجات الاساسيه للعميل دلوقتي؟ هو طبعا الانطباع القديم اللي كان موجود عند كل الناس ان هو رفاهيه بس. هو ما بقاش رفاهيه بس، هو احنا بنتكلم في حاجات كتيره تخص بالامان، تخص لازم تبقى موجود في كل بيت. طبعا هنتكلم عن النظام الامني بالتفصيل للنظام الذكي، بس احنا ما بنتكلم يعني مش موضوع رفاهيه بس. طبعا الموضوع ان خلاص ابقى ده هو كمان ما كانش بيتقال ان هو من باب الرفاهيه، ده كمان كان بيتقال ان هو غالي جدا. صحيح. ومش اي حد يقدر يعمله. صحيح. فعايزين نوصل للمشاهد هل في اساسيات معينه أنا ممكن نركز عليها كل الناس تعملها، ولا في حاجات انت شايف انها لا من باب الرفاهيه ممكن نستغنى عنها؟ طبعا احنا نقدر نقسم ده يعني الجزء الخاص الحد الادنى من الامان والجزء الخاص بالرفاهيه، والاثنين بيكملوا بعض. بس مش لازم اخده كله ولا اخد حاجه جزء، يعني الاثنين بيكملوا بعض. فالحته الحد الادنى من الامان ده يفضل يبقى موجود في كل بيت، وده الهدفنا ان احنا نوصل ده لكل بيت فعلا في مصر. يعني لو انا دلوقتي جيت قلت لك كعميله قول لي ايه الاساسيات بتاعه السمارت هوم او البيت الذكي في 1 2 3، نمره 1 بالنسبه لنا الامان طبعا. الامان اللي هو اعمل كنترول على ايه بقى بالظبط؟ اعمل كنترول على حساسات الغاز. أوكي. الصمامات بتاعه الغاز والميه. لو حصل تسريب او كده اعمل اقفل اي حاجه لو حصل لا سمح الله. طبعا نمره 2 بنتكلم في الاناره. الاناره هي جزء كبير من الكهرباء، فاتوره الكهرباء بتيجي اصلا 70% بالنسبه لنا كلنا. صحيح. فالإنارة جزء كبير، فإحنا بنتحكم في الإنارة إزاي؟ عن طريق أنا سافرت مثلا فناسي إنارات معينة مفتوحة، أقدر أتشيك من الموبايل أبليكيشن إيه الإنارة المفتوحة وإيه اللي لأ، أقدر أقفل أي حاجة وأنا برا البيت. في جزء تاني خاص بالحساسات، إن أنا لو ما فيش حد في مكان معين أوتوماتيك ممكن الإنارة تقفل. فكل ده برضو جزء خاص في الأساسيات. أنا طبعا لي جزء رفاهيات، إن أنا ممكن أتحكم في أي وقت، أنا قاعد على الكنبة قاعد على السرير. لا أنت بتكلمني مش بتكلمني دلوقتي في رفاهيات، أنت بتكلمني في أساسيات. يعني يعني إيه أنا أكون مش موجودة في البيت والغاز مثلا نسيت البوتاجاز مفتوح مثلا. صحيح. نسيت التكييف مفتوح. صحيح. فانت بتقولي ان انا اعمل كنترول على كل ده من ابلكيشن الموبايل. صحيح. لا ده ما بقاش رفاهيه، ده بقى بالنسبه لي اساسيات. دي حقيقه، بس انا قصدي هوصل رساله ان لما باخد حته الامان اوريدي باخد معاها جزء من الرفاهيه. يعني انا باخد الاثنين في واحد. انت عايز تقولي الاثنين بيساعدوا بعض او بيخدموا على بعض. لما انا اتحكم في الاناره وانا بره البيت وبقفلها ده جزء خاص اصل زمان كنا بنعمل ايه؟ ان انا لا نسيت، بيبقى في وسوسه، انا نسيت الاناره شغاله. احنا اغلب الستات عندنا موسوسين جدا في موضوع انا سبت البوتاجاز، لا انا سبت الغاز مفتوح. فقول لي حاجه زي كده انتوا بتعالجوها ازاي؟ ما هي فكره ان انا متحكم في البيت كله. ما بقاش بقى خلاص غطى حته الوسوسه دي، بدل ما كنت انا بنزل من البيت برجع مخصوص عشان اراجع الاناره بفتحها. انت على فكره لمست حته موجوده في كل الستات على فكره يعني، وطبعا الرجاله بس الستات اكتر يعني. فكره الامان في البيت، انت عندك بيتك هو مملكتك. صحيح. فلو انا مطمنه وانا برا البيت ان الدنيا امان، وان انا قافله كل الاضاءات او قافله الغاز او قافله التكييف، وكمان في حاله ان يبقى في اطفال في البيت. صحيح. لا دي حاجه بالنسبه لنا احنا كامهات مهمه جدا.